السلام خوتي، كي دايرين؟ مزيان لاباس عليكم، صباح النور عليكم كاملين. المهم هذا النهار بكرنا، جيت انا والاخ ياسين لهاد الجرده هادي اللي سميتها الجرده هادي امريكا اللاتينيه. المهم نقدم لكم الصديق ديالي ياسين. السلام عليكم الخوت، صباح الخير عليكم، كنتمنى تدوزوا نهار زوين واعر ناشطين، تكونوا فرحانين. المهم مرحبا بكم في الجردة أمريكا اللاتينية، هذه ديكاس لكم كاملين. تحية للأخ يوسف، أخ وصديق وولد حومتي. المهم ما تنساوش سبسكرايب كيف ما قلنا لكم، دعموا الأخ يوسف، وكنتمنى تدعموا جميع القنوات اللي عندها محتوى زوين وتحفيزي وشي محتوى راقي. المهم دكم في الجردة ديال أمريكا اللاتينية، كتتواجد في فاس، كنتمنى اللي ساكن في فاس يزورها، واللي ما ساكنش في فاس مرحبا به في فاس. فاس مدينه رائعه، مدينه الثقافه، معروفه من زمان. ديديكاس. المهم هذا النهار غادي يكون الكوتش ديالنا السياسيين ان شاء الله العاز، واللي غيتكلف هذا النهار بالتمارين و... مرحبا، ونتمنى تعجبكم هذه الحصه هذه. المهم اخويا ياسين، قلنا البدايه باش نبداو اخو. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله غادي نبداو بلا سوبليس، شويه د لامارش ان شاء الله في الاول، خاطر لامارش شي حاجه مهمه، واهم حاجه هو الماء، اهم حاجه الماء يكون معاكم اخو. المهم ثاني حاجه ان شاء الله غديروا البوشاب يعني التراكسيو، وشويه حركات ان شاء الله بحول الله. انتم اخوتي، في هاد الضايا يكون فيها الوز، انا اوريكم الوز في كاين اوكي، كيبان لكم شنو هنا ضروري. واو على الجو كي داير هاد الصباح، هذا واعر. هانتوما خوتي، كلشي في هاد المنتزه هذا كلشي كيسبك. يلا نوض نوض، انت دير النفس صاحبي، نوض نوض، دير النفس انت ونوض تسبك اصاحبي.
لعبتين ثلاثة. Thank you.
Thank you.